رابع واخر نقطة بدي احكي عنها هي قصة الاساينمنتس. الاستاذ اذا هو عنده غنية او عنده حيلا صورة بده يبعتها لتلاميذه ليحلوها، في يكبس على اساينمنتس، يكون محضر لهم الفايل جي باج لانه السيستم بيفهمها بس جي باج. نعمل كرييت اساينمنت هون، فوت بسمي الاساينمنت لنقول اكزرسايز 1، معه لنقول شهر او 15 يوم ليحلو، معه ل 15 اوغست ليحلو. بدي اعطيه للجريد 2 اي كلاس اي، بدي اطلب من هون لنقول فيل ان الى اخره شو بدنا نطلب يعملوه. هلا بدي اعمل له ابلود، بكون انا محضر الجي باك، تشوز فايل بدي نقيها لنقول حاططها على الديسكتوب. حضر هيدا الفايل، انا بقول اوبن، بعمله ابلود من هون وبنقي التلاميذ يلي بدي ابعت لهم بقلب جريد 2. يمكن في تلميذ اوريدي هيدا ما بدي ابعت له، في اعمل سيلكشن نقي اللي بدي ابعت لهم او ما بدي ابعت لهم. اهم شي بالاخر بدي اعمل تحت ساند، وهيك توصل لكل التلاميذ معهم ل 15 قابلة يحلوها. وبتوصل العلامة، كيف بقدر اشوف العلامة؟ اذا برجع على students activity هون بلاقي حسب ال active grade 2 A ال active type بقدر اشوف ال worksheets كيف حللهم التلميذ، اذا حلهم وصلوا ال exercise corrected by teacher او اذا السيستم هو حلهم. بقدر نقي لنقول بين 1st July واليوم ال average حسب ال type يلي انا already نقي. اذا انا بدي اشوف ال worksheets يلي انا بعتهم شو حالي منهم التلميذ، بقدر اشوف هون الافرج تبع كل تلميذ، هيدا الولد منه حالي شيء، البقية حالين واخدين هول العلامات، وهذا الافرج تبع كل شيء اسمه ورك شيت. في حال انا بدي الاقي كل شيء مع بعضه، نقي الورك شيت وغيره طلع الافرج تبعهم هون. اذا بدي نقي بس الاكسرسايزز يلي هن محلولين من السيستم، كمان الافرج تبعهم بيطلع هيدا.